لملاحظة أحد الأخوان عندما قال نريد أن تصل نسبة البحرنة إلى 80% في وظائف القطاع الحكومي، يبشر بأن النسبة حالياً 84% وليس 80%، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يعني حسب الأرقام اللي أمامنا واللي باستطاعة النواب من خلال أدواتهم الدستورية والقانونية التأكد منها أن الأرقام تتجه اتجاه إيجابي جداً مفرح للنواب قبل غيرهم، لأنهم فعلاً اشتغلوا على ذي الملف منذ فصول عديدة بكل أمانة وبكل صدق. فهذا الأمر الأول. لما نقول أن بالنسبة لي تحويل 200 مليون دينار التي قررت بالاتفاق مع السلطة التشريعية خلال مناقشة الميزانية من صندوق التأمين ضد التعطل إلى صندوق العمل التمكين، بالأمس فقط أقر مجلس الوزراء البرنامج التنفيذي لتنفيذ هذه المبادرة، هي تحسين أجور ومستويات المواطنين في القطاع الخاص، وهذه كانت عنصر أساسي لأن احنا اتفقنا على قضية التحسين في القطاع الحكومي، وكان مطلب النواب أيضا الالتفات إلى القطاع الخاص. فعلا بفضل الله ثم تعاونكم تم صدور المرسوم بقانون من جلالة الملك بتحويل 200 مليون. الآن نشتغل على البرنامج التنفيذي لتنفيذ المبادرات إن شاء الله، بإمكان طبعا السادة النواب التأكد منهم متابعتهم خلال أدواتهم كما قلت الدستورية والقانونية.